السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جزء جديد من برنامج الفوتوشوب مع من مدون الجيل تاني. النهاردة إن شاء الله هناخد جزء بسيط جدا 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 في قائمة الفلتر. إن شاء الله هنشرح الجزء دوت النهاردة، عشان احنا أنا كان المفروض إن أنا أشرح أداة السلكت، بس ما أقدرش إن أنا أشرحها عشان مشاكل عندي الكيبورد في بعض الأزرار بايظة. إن شاء الله لما أجيب كيبورد جديد هنزل بقى الأدوات ديت إن شاء الله قريب. هناخد دلوقتي الجزء الصغير خالص في قائمة فلتر، نفتحه صورة الأول. قلنا عشان نفتحه صورة زي كنترول أوبن أو ضغطتين في المكان الفاضي هنا، هنختار لكم مثلا الصورة دي أوبن، لكن ادي اداة الزوم انا شرحتها في جزء تحت احناش محتاجينه. هنجيب اداة الكورب تول على جنب، تبدأ مثلا تشيل الجزء ده مثلا، تمام، تضغط انتر، تجيب اداة الزوم وتعمل فيت اون سكرين، تمام. نشوف بقى الفلتر، نضغط فلتر، فلتر جاليري، تمام. الفلتر اللي احنا هنشرحه النهارده ان شاء الله فلتر جاليري. الفلتر ده بيعمل اشكال او سيمز للصور، تمام، يعني كده مثلا الصورة كده، تمام. ممكن نرجعه ورا شوية في الجزء تحت هنا بتاع الزوم، تمام، خلوها وليكن 66%، تمام كده. في هنا حوالي 6 فولدرات، كل فولدر فيهم بعض الاشكال، تمام. طبعا برضو الاشكال دي كلها، الاشكال دي كلها قابلة للتعديل، تمام. وانت برضو ممكن تحط انت يعني ليارات او سنات من دي انت اللي تضيفها، وهنعرف كده بعدين، تمام. في اول واحدة ارتستيك، تمام، في ليها اضافات تقريبا كأنه واحد هو اللي بيرسم، تمام. في مثلا ناس بترسم كده بالمنظر ده، في مثلا واحد عايز يخلي الصورة كده، ماشي، لاحظ الفرق طبعا في الصورة. في ممكن تخليها كده مثلا، ممكن تخليها كده، ممكن كده، ديت بتعمل حاجة زي واحد رسمها بقلم أسمر، قلم أسمر اسمه ايه يا رب، كربون، تمام. ديت ناعمة شوية، ديت حاجة زي مرسومة بألوان مية، دي حاجة زي معمولة مثلا لوحة، لوحة معمولة خشب أو مش خشب، لوحة من اللي بتحط في المتاحف كده، يعني ديت ممكن مثلا تحط لها إطار مثلا في لوحة وتعلقها مثلا في حاجة، تحط لها مثلا إطار، إطار أو يعني برواز حلو، ويكون كأنها لوحة مثلا. في مثلا الإضافة دي، في دي بيعملها حاجة زي هزة بسيطة كده، في ده تقريبا العادي يعني، أو مش مؤثر أوي. في ده، طبعا أنت بقى تجرب بقى الباقي مثلا، في ده مثلا، في مثلا اللي في الآخر مثلا بيعملهم كده مثلا، في بيعمل كده. ديات مثلا هتنفعك في انك تعمل مثلا الارض، ارضية مثلا في حاجة بمنظر معين انت عايز تحطه الارض، يعني انت مثلا عايز تعمل صورة عايز تحط الارض بتاعها حاجة شبه المنظر ده كده، عايز تحط مثلا تبقى مثلا كلمة معينة انت عايز تعملها بالمنظر دوت كده مثلا، تبقى محطوطة على معمولة مثلا كأنها الأرض، أو محطوطة كأنها حيطة أو سقف مثلا كده، في إضافات يعني. طيب بتتحكم بقى في الإضافات دي ازاي؟ لو تلاحظ في هنا قايمة على جنب، ومع كل حاجة بتختلف، كل واحدة بتختلف، تمام. بتختلف بقى في ايه؟ مثلا هنروح مثلا هنا، طبعا انت مش هعملهم كلهم، انت اللي هتجرب. مثلا هنا مثلا بيعمل ايه الفرق ما بين كده
وكده. شايف لو تلاحظ في إضاءة في النص دي كده بتضيف إضاءة، تمام؟ ناخد الإجابة هنا كده مثلا، نعمل إضاءة مثلا في النص بسيطة، تمام؟ إيه بقى الفرق ما بين ده كده وكده مثلا كده أو كده؟ في لو تلاحظوا ما بين كل جزء وجزء في جزء أبيض، بتاع ديت هي اللي بتكبر الجزء الأبيض ده. لو تلاحظ الجزء الأبيض بيكبر، لو تلاحظ كده الجزء الأبيض صغير خالص، أصغر ما يمكن، تمام؟ وغالبا هي كده هتبقى أحسن، أو لو زودناها مثلا حاجة بسيطة يعني، تمام؟ وليكن مثلا على 1 كده، حلو مش وحش، تمام؟ هنا بقى السايز بتاع المربعات، ممكن تخلي المربعات أصغر من كده بحيث إن الصورة توضح أوضح، ولتكن كده مثلا، في مثلا كده، في كده، تكبرها خالص مثلا كده. شوف اللي يعني الحاجة اللي انت عايزها مثلا. ليكن مثلا نعملوها في حدود زي ما كانت مقبولة كويسة، مثلا ممكن نخليها مثلا على 3، حلو كده، تمام. ممكن مثلا نخليها بالإفكت ده، في مثلا عايزين نعمل الإفكت ده، في برضه السايز الحجم لو تلاحظ أحجام مختلفة يعني، تمام. ده مثلا تلاقي عندك الجزء اللي هو ما بين الحتت بيكبر، تمام كده يعني. ديت مثلا ممكن تعمل لك منظر مثلا مربعات محطوطة يعني خلفية، أو على هيئة إن هو كان بازل مثلا أنت لسه مركبه. ديت بيغمق المكان اللي في النص اللي ما بين القطع يعني. دي كلها تأثيرات حلوة، أنت طبعا أنت بقى تجرب في الفلتر ده براحتك. وديت هي يعني أي حاجة، أي حاجة موجودة هنا الأسامي ديت هتلاقيها هنا، لو أنت حافظ اسمها تجيبها من هنا على طول. تمام، أنت كده تقريبا عرفت حاجات يعني إضافات كتير يعني، تمام. ممكن مثلا هنا تعمل إضافة جديدة لنفس الصورة، نفس الصورة تحط لها إضافة تانية مع الإضافة الأولانية. يعني مثلا الإضافة الأولانية مثلا نحط وليكن دي الإضافة الأولانية مثلا، نزله كده. الإضافة التانية تمام، افتحوا كده مثلا الإضافة دي كده إضافة، عايزين بقى نحط إضافة تانية. ممكن تحط الإضافة دي كده، ممكن تحط دي كده، ممكن تحط دي كده، يبقى إضافة فوق الإضافة مثلا كده، تمام. يعني ملاحظين الفكرة؟ هنا في إضافتين، كذا لير، كذا لير للإضافة، تمام. بس مثلا وليكن احنا عايزينها كده، هنعمل اوكي بس نخلوها احسن شوية. شوف وليكن ده حلو مثلا، اوكي تمام، الصورة بقت موجودة مثلا معانا كده، تمام. فلتر حلو جميل، بيدي سمات ياما او انظمة ياما او انواع ياما لتأثيرات الألوان والصور والإطارات. يعني أنصحكم إنك تجربوه. لو مثلا عايز تعمل بروفايل للصفحة الصفحة الشخصية بتاعتك، عايز تعمل مثلا تأثير على صورتك أو حاجة، هيبقى هيدي هيكون معاك حلو يعني. إن شاء الله إن شاء الله هنتعلم إزاي نضيف فيه نضيف فيه يعني سمات من على النت يعني. نظر كده الشرح النهاردة إن شاء الله خلص، معلش ثواني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.